بشكرك سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. طيب أروح معاكم لموضوع تاني. النهاردة كان في عاصفة ترابية في الجو، خصوصا كانت في منطقتين القاهرة والجيزة. عايزين نعرف العاصفة دي هتخلص امتى ونطمن بشكل عام على حالة الطقس. بينضم لنا الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد مساء الخير وأهلا بيك معانا. خير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معانا. يا فندم إيه موضوع العاصفة الترابية اللي كانت موجودة النهاردة دي؟ لا هي ما كانش عاصفة، هي كانت شوائب عالقة لأن ما كانش فيه هواء جديد، ده كان مجرد شوائب عالقة في الجو وهي انتهت دلوقتي. ويعني الجو دلوقتي بقى لطيف، وإن كان بالليل طبعا بيبقى برد، احنا عارفين بالنهار بيبقى لطيف. بكرة شبورة مائية في الصباح الباكر بنحط منها، مع نهاية بكرة إن شاء الله هيبقى فيه فرص سقوط أمطار تبدأ خفيفة على السواحل الشمالية، على جنوب سيناء سلاسل جبال بحر الأحمر، أيضا على المدينتي حلايب وشلاتين، مع الله اشتد شتتها يومي الجمعة والسبت إن شاء الله على هذه الأماكن. في أي نصايح حضرتك حابب تقولها للناس اللي بتسافر برضو على الطرق أو كده خلال الأيام المقبلة أو الأسبوع المقبل؟ طبعا لأن أكيد طبعا لأن هتبقى الشبورة كثيفة اللي هي قادمة، أرجو من الجميع يتبقى أكثر الحذر أثناء القيادة في انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية. تمام، بشكرك دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا.